خليني بقى أخدك على الرعاية الصحية، تغيير شامل للخدمات الطبية لدعم أهالينا في جنوب سيناء. إيه هو التغيير الشامل اللي هيحصل؟ وده مهم جدا وعليه إحنا على طول نستقبل معانا على التليفون بكل الترحيب دكتور محمد العقاد رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية. أهلا بيك يا دكتور. يا يوسف حبيبي أهلا بيك، عامل إيه؟ كله تمام؟ منور الدنيا، وحشني قد الدنيا. ربنا يخليك وانت كمان، واخر مره بعت لك السلام كنت انت في يعني تعبان شويه. ايوه، وطلعت مع حد من الزملاء وبعت لك السلام على الهوا. بعت لي السلام على الهوا مع روز، مش كده؟ ايوه صح، مع زميلتنا العزيزه روز ميري، اصبح بقت رئيسه قناه دلوقتي بنشوفها قليل، لكن لازالت صديقه وزميله واخت الحقيقه يعني. فرحني والله واحنا مع بعض كده. يا رب يوفقها يا رب يا رب. قل لي طبيعه التغيير الجديد اللي بيتعمل فيه نظام الرعايه الصحيه في جنوب سيناء هتبقى ايه؟ طيب احنا انت عارف يعني عشان دايما بنحب كده نقول انا وانت مقدمه للناس اللي ممكن تكون لسه مش مستوعبه هيئه الرعايه الصحيه. صحيح. هيئه الرعايه الصحيه هي احدى الثلاث هيئات اللي اقروا في القانون رقم 2 لسنه 2018 عشان منظومه التامين الصحي الشامل، ومشروع الحلم لفخامة الرئيس ان احنا يبقى عندنا كل مواطن له تأمين شامل طبي ياخد باله منه ويرعاه ويحافظ على صحته، ما يبقاش قلقان من حاجة. صح. فاحنا احدى الهيئات المسؤولة او المنوطة عن تنظيم الخدمة الصحية وتقديمها داخل المنشآت الصحية من اول وحدات طب الأسرة ومراكز طب الأسرة والمستشفيات بأنواعها، المستشفيات اللي فيها التخصصات العامة وزي ما قلنا قبل كده، والمستشفيات اللي فيها التخصصات عالية الندرة أو الثالثية اللي هي بتقدم خدمات طبية متقدمة المستوى وذات مهارة خاصة. حلو. بدأنا نغير المنظور بتاع الصحة في مصر بدءا من محافظة بورسعيد، إن احنا بنتكلم دلوقتي في حاجة جديدة ويمكن انت شفتها بنفسك، الكواليتي. ازاي أقدم الخدمة العلاجية بجودة عالية؟ أنا شفت ده في الإسماعيلية. أنا مش عايز أقدم الخدمة العلاجية على أي كان القدر بتاعها، لأن في طبعا ناس في أساتذتنا في الجامعات بيقدموا خدمة طبية كبيرة، ولكن إحنا بدأنا نهتم أكتر بمنظور جديد وهو الجودة. والمنظور الثاني اللي بدأ يخش القطاع الصحي هو مؤشرات الأداء، إن أنت عارف أي حاجة مفيش أداة تقيسها ما تقدرش تحكمها. الكلام المرسل ما تقدرش تحكمه، ولكن في ارقام، الارقام دي اسمها مؤشرات الاداء، اقدر احسن بيها الاداء التشغيلي جوه منشاتنا الطبيه بالعلم. حلو. احنا عندنا علم بيقول ان في حاجه اسمها مؤشرات الاداء موجوده عالميا، مش بنخترعها، ما بنخترعش العجله خالص، بناخدها من بره. ادي يا جماعه مؤشرات الاداء داخل المنشات الطبيه، جزء يرتبط بالجزء المالي، جزء يرتبط بالجزء الاكلينيكي وازاي اقدم الخدمه، جزء يرتبط باداء الفريق الطبي ومدى رضاء المنتفع جوه المنشاه الطبيه. وانا عارف ان انت شفت الكلام ده وسمعت الكلام ده، بس ناس لازم مشاهدينك بالملايين يبقوا فاهمين الكلام ده، ان مصر بتتغير ازاي، احنا قطاع الصحه بيتغير ازاي في منظومه جديده. الحمد لله يمكن يعني بدا الناس مع اهتمام يوسف الحسيني وزمايلنا وجابر بيل قرموطي والناس كلها بدات تهتم بالمشروع الرئاسي، لان هي الفكره كلها ان احنا رحنا المحافظات اللي فيها معدلات الصحه والفقر وحياه كريمه ليها ارتباطات، وكان الدراسات الاكتواريه اللي اتحطت في القانون. أيوه. رحنا في محافظات ممكن تكون يعني مش باينه قوي للناس اللي في القاهره والجيزه. ولكن الحمد لله على الارض يكفي الابتسامه ويكفي رضاء الناس على الارض وفي الست محافظات دلوقتي، ان المنشات بتاعتنا بتقدم خدمه علاجيه بجوده. احنا دي بالنسبه لنا بقت يعني هو ده الهدف الاسمى. عشان نوصل للكلام ده زي ما حكيت لك دخلنا في حاجات علميه وبدانا نشتغل بمؤشرات الاداء ومؤشرات الاداء الماليه والاكلينيكيه. حطينا كي بي ايز زيها زي بتاعه اكبر واحدث الدول في مجال تقديم الخدمات الصحيه، وانت زي ما كنت بتقول كده بالظبط، انا شفت ده بعيني الحقيقه في المجمع الاسماعيليه الحقيقه لما سافرت هناك وصورت، وكنت فعلا انا واحد من الناس التي انبهرت. يعني صحيح كنت شفته عن طريق التقارير المصوره الى اخره، بعدنا زمايلنا راحوا صوروا هناك، لكن لما انا رحت بنفسي فكانت المساله بالنسبه لي اكثر ابهارا بكتير. شفت هناك
هناك صرح طبي مش هقول لك ينافس، هو الحقيقه اقوى حتى من الصروح الطبيه الخاصه الكبيره جدا اللي موجوده في مصر. فيعني ما اقدرش اقول لك حاجه يعني اكتر من كلمه الله ينور، لانه اعتقد ان الله ينور دي هي اعلى حاجه الواحد ممكن يقولها دايما في تعبيرنا الدارج المصري. فشدوا حيلكم، واتمنى باذن الله انه احنا نبدا ننتقل الى مراحل اخرى نغطي فيها عموم القطر المصري في 27 محافظه، يبقى كله مشمول في نظام التامين الصحي الشامل. وثقتنا فيكم كبيره جدا جدا جدا، خصوصا ان احنا شفنا بعينينا اللي تم تحقيقه. كل الشكر دكتور محمد العقاد رئيس الاداره المركزيه للرعايه الصحيه والعلاجيه.